أهلا بكم. تواصل القوات الأمنية المشاركة في التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي الأول عملياتها التدريبية بعد إتمامها الأسبوع الأول. وأكد قادة القوات الخارجية المشاركة في التمرين الأمني مدى فعالية هذا التمرين في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الأمني. أسبوع كامل من التدريب المكثف الذي يعكس كفاءة عالية واحترافية وجاهزية في الميدان في إطار التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد، والذي تستضيف مملكة البحرين دورته الأولى ويلقى اهتماما خليجيا واسعا لما يحمله من أهداف استراتيجية مشتركة. الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قائد التمرين تفقد سير ومجريات التمرين خلال زيارة قام بها إلى مركز القيادة والسيطرة، حيث اطلع على سير العمليات ودرجة التنسيق والتفاعل بين القوات المشاركة في أداء المهام والواجبات، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ والأداء الميداني. طبعا الحمد لله هذا التمرين يعتبر التمرين الأول من نوعه، والمشاركة الحمد لله أشوفها فعالة على مستوى الأجهزة الأمنية بدول المجلس، ويعطي إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هذه الأجهزة، ولا توحيد المفاهيم، توحيد وتبادل الآراء وتبادل التجارب والخبرات بين هذه الدول. المشاركة جاءت بناء على اتفاقية مع الوزراء الداخلية لدول مجلس الخليج في الكويت لمكافحة الإرهاب، وكانت ثمرة هذه الاتفاقية هذا التمرين اليوم اللي يعقد في مملكة البحرين. يعني يشرفني في هذا المقام ان اهنئ مملكة البحرين على هذه الاستضافة وعلى هذا التجمع الكبير وهذه الامكانيات اللي سخرت بشكل واضح وكبير، يعني فنهنئ مملكة البحرين. بالنسبة للفرضيات اللي تشارك فيها القوات المختلفة، في هناك فرضيات تشارك فيها القوات بجهد رئيسي، وايضا في فرضيات تشارك فيها القوات بجهد ثانوي. فسلطنه عمان عندها مشاركه فرضيه رئيسيه ان شاء الله، وايضا مشاركه ثانويه لكل الفرضيات الاخرى مع القوات المشاركه ايضا. معالي وزير الداخليه قائد التمرين اعرب عن شكره وتقديره لكافه القوات المشاركه على هذا الاداء المتميز. احنا مشاركين جنبا الى جنب مع اخواننا الخليجيين في هذا التمرين، هذا المحفل الخليجي اللي انت شايفه الان. طبعا هذا التمرين ما جاء من فراغ، هو توجيهات مثل ما قلت لك من اصحاب المعالي والسمو. في نفس الوقت تم الاعداد جيد من فتره طويله، عملنا اجتماعات متواصله مع الزملاء في الهيئه العليا للقياده والسيطره، وضع برنامج محدد وتواقيت وسيناريوهات مدروسة بحيث أنها تحاكي الواقع وليست خيالية. الهدف منها تحقيق الأمن والسلامة لكل مواطن على أرض هذه المنطقة. كل في موقعه يؤدي دوره باحترافية وصولا إلى أعلى مستوى من الجاهزية، فالعمل قوة واحدة في موقع واحد عبر عملية أمنية مشتركة، مسألة تتطلب فكرا أمنيا متطورا ودراسة متأنية لكل المتغيرات، وهو ما يتم بالفعل في أمن الخليج العربي واحد. مضى أسبوع دأبت فيه القوات المشاركة على التدريبات في تمرين أمن الخليج العربي واحد بمشاركة واسعة من قوات الأمن بأجهزة الأمن لدول الخليج العربية، إيمانا منها بوحدة المصير والأمن المشترك. يحيى العمري لمركز الأخبار